طيب الجملة الأولى هنا بيقول لي إيكو توريزم is one of the most important kinds of tourism nowadays, so Egypt encourages eco tourism to produce the different environments all over the country, especially along the Red Sea coast. طيب الجملة دي كده صح. تعالوا اللي بعدها. إيكو توريزم السياحة البيئية is one of the least important kinds, واحدة من أقل أهم أنواع السياحة. طبعا غلط. سي بيقول لي ايكو توريزم از ون اوف ذا موست امبورتنت كاينز اوف توريزم لاست ييرز بمعنى السنوات الماضيه. طبعا ما تنفعش. ايكو توريزم از ون اوف ذا موست امبورتنت كاينز اوف توريزم nowadays, سو ايجيبت انكارجز ايكو توريزم تو ديستروي لتدمير ذا ديفرنت انفايرومنتس. يبقى كده الاجابه اي. اللي بعدها رقم 50 بيقول لي اشياء غريبه نلاحظها في مجتمعاتنا في الفتره الاخيره, فهناك من الاباء والامهات من لا يعتنون باطفالهم كما ينبغي لانهم اشخاص لا يتحملون المسؤوليه, ونتيجه ذلك هو اطفال الشوارع. لو نلاحظ كده في الجمله الاولى بيقول strange things can notice. هل الاشياء الغريبه هي اللي بتلحظ ولا بتلاحظ؟ يبقى معنى كده ان الجمله المفروض تبنى للمجهول. طب لو قلت بي strange things can be noticed, ماشي الجزئية الأولى صح, بس نكمل. بيقول لي هنا strange things can be noticed in our societies recently. Some parents look after يعني ها يعتنون بأطفالهم بشكل جيد, ما إن أنت بتقول فهناك من الآباء والأمهات من لا يعتنون, يبقى المعنى خطأ. Strange things can be noticed in our societies recently. طب وبعدها some parents don't look after their children well because they are irresponsible, لأنهم بيكونوا متهورين, أشخاص متهورين لا يتحملون المسؤولية. طيب لو أنا قلت كلمة طائش أو لا يتحمل المسؤولية هل المعنى واحد؟ تعال نكمل. The result of this is homeless children, ونتيجة ذلك أطفال الشوارع. كلمة irresponsible دي حط تحتها نقطة, لأنك لو لقيت كلمة أفضل منها تستخدمها. Strange things can be noticed in our societies recently. Some parents don't look after their children well because they aren't responsible people, لأنهم ليسوا مسؤولين. يبقى هنا هناخد على إنها طائش, ودي هناخدها على إنها غير مسؤولين. The result of this is homeless children, ونتيجة ذلك أطفال مشردين. يبقى الإجابة دي أفضل إجابة. نشوف الجملة دي كده بيقول لي cultures have different customs to deal with a child's teeth fall out. يعني الثقافات لها عادات مختلفة في التعامل مع الأسنان التي تسقط من الطفل, اللي هي سقوط الأسنان عند الأطفال. In Korea they throw the lost teeth up on a house roof. في كوريا بيرموا السن المخلوع على سطح المنزل. تعالى كده بقول لي كان للثقافات عادات مختلفة في التعامل مع سقوط أسنان الطفل, ففي كوريا يتم إلقاء السن المفقودة. هو قال هنا السن الإيهة المفقودة, فما قالش ميسنج, السن الإيهة المفروض المخلوعة. طيب على سطح المنزل. بعد كده بيقول لي للثقافات عادات مختلفة في التعامل مع سقوط أسنان الطفل, ففي كوريا يتم إلقاء السن المكسورة, هو المفروض السن المفقودة. طيب بعدها بيقول للثقافات عادات مختلفة في التعامل مع سقوط أسنان الطفل, ففي كوريا يتم إلقاء السن المفقودة خلف سطح المنزل, يعني المفروض أعلى سطح المنزل. طب للثقافات عادات مختلفة في التعامل مع سقوط أسنان الطفل, ففي كوريا يتم إلقاء السن المفقودة على سطح منزل. إني أفضل إجابة في الوقت ده طبعا هتبقى الإجابة الأخيرة اللي هي دال. ليه؟ لأن بيقول لي في الأولى في التعامل مع سقوط, ففي كوريا يتم إلقاء السن المفقودة. ها كان للثقافات, كان للثقافات, كلمة كان دي الماضي, فكان المفروض يقول لي هاد, لكن هنا للثقافات يبقى ده في المضارع. هنا ما ينفعش عشان السن المكسورة, وهنا ما ينفعش عشان كلمة خلفة. طيب نشوف الجملة اللي بعدها بيقول living in a big city, إن الحياة في مدينة كبيرة has become, قد أصبحت an unhealthy, غير صحية, and harmful life, حياة غير صحية وضرة. Nowadays في هذه الأيام there is nothing except streets full of fumes, لا يوجد إلا شوارع مليئة بعوادم السيارات and noise, والضوضاء, which affect people's health and nerves, والتي تؤثر على صحة الناس وأعصابهم. لو أنت جيت تبص للجملة دي كده بيقول لي أصبحت الحياة في مدينة كبيرة غير صحيحة, المفروض غير صحية, يبقى هنا خطأ.
أصبحت المعيشة في مدينة كبيرة حياة غير صحية وضارة، لا يوجد شيء باستثناء شوارع مليئة بوادم السيارات والضوضاء التي تؤثر على صحة الناس وأعصابهم. يبقى الإجابة دي صح. أصبحت المعيشة في مدينة كبيرة حياة غير صحية وضارة، يوجد كل شيء باستثناء شوارع مليئة، يوجد كل شيء، مع أن أنت قلت there is nothing، لا يوجد باستثناء، لا يوجد إلا باستثناء. يبقى دي إجابة خطأ. اللي بعدها بتقول أصبحت الحياة في مدينة كبيرة حياة صحية، صحية أنت قلت غير صحية، يبقى ده خطأ. طيب نشوف الجملة 49 بتقول توفير حياة كريمة للمواطن هو الدور الرئيسي للحكومة. طيب وبعد كده لذلك فهي تسعى جاهدة لتحويل رمال الصحراء الأرض الخضراء، وهذا سيؤدي لزيادة الأرض الزراعية وبناء مجتمعات جديدة. لو جينا نبص في الجملة دي بيقول لي providing the citizen with a comfortable life، إن توفير حياة مريحة للمواطن is the main role. كلمة main هنا بمعنى ملكي، المفروض main role بمعنى الدور الرئيسي، هنا خطأ. Providing the citizen with a comfortable life is the main role of the people، المفروض هو دور الحكومة، people هنا الشعب، يبقى هنا خطأ. Providing the citizen with a comfortable life is the main role of the government، so it saves its best، تبذل قصارى جهدها، طبعا كلمة saves هنا ما تنفعش، المفروض does its best، تبذل قصارى جهدها to turn the desert sand into yellow land، بعدها لتحويل الصحراء أو رمال الصحراء إلى أرض صفراء، ما تنفعش طبعا، ده خطأ. دي بيقول لي providing the citizen with a comfortable life is the main role of the government so it does its best to turn the desert sand into green land. This leads to increasing the farm land and building new communities. مظبوطة الجملة كده، يبقى الإجابة دي. لكل منا حلمه الخاص به. بالنسبة لي عندما أنهي دراستي أريد أن أصبح طبيبا مشهورا، سوف أساعد المرضى ولن أحصل على أموال من الفقراء. طيب أي منهم الصح؟ بيقول لي each one of us، أي حد مننا، المفروض us مش يوز، يبقى ده خطأ. each one of us، كل واحد مننا has their own dream، له حلمه الخاص. For me، بالنسبة لي when I leave school، لما سيب المدرسة أو خلص دراستي، I want to be a famous doctor، عاوز أكون دكتور مشهور. I will help the people، سوف أساعد المرضى. And I want to take money from poor people، ولن أخذ مال من الفقراء. الجملة دي هنحطها في الحسبان. Each one of us has his own dream، كل واحد مننا ليه حلمه الخاص. For me، بالنسبة لي when I leave school، لما سيب المدرسة أو أنهي دراستي، I want to be a famous doctor، I will help well people، سوف أساعد الناس المتحسنة صحتهم، ده خطأ. طيب each one of us had his own dream، كان له حلمه، أنت بتقول لكل منا حلمه الخاص به الآن، يبقى أنت كده أفضل إجابة بالنسبة لك والصحة تكون B. نشوف الجملة اللي بعدها بيقول لي tolerance is a good quality، التسامح سمة جيدة، that all religions cultures and social systems call for، تدعو إليها كل من الأديان، جميع الأديان، الثقافات والنظم الاجتماعية. we can feel it obviously، ممكن إن احنا نشعر بها بوضوح in our daily treatments، في تعاملاتنا اليومية. sometimes، بعض الأحيان it might seem to disappear، يبدو أنها تختفي، but it's always there، ولكنها دائما هناك. تعال نشوف مثلا كده أول جملة بقول إن التسامح صفة جيدة تدعو إليها جميع الأديان والثقافات والأنظمة الاجتماعية، ويمكننا أن نشعر بها بوضوح في علاجاتنا اليومية، دي المفروض تعاملاتنا اليومية، فده خطأ. إن التسامح صفة جيدة تتصل بها جميع الأديان، تتصل هنا مش بمعنى كول فورد، دي تدعو إليها كل الأديان، فده خطأ. إن التسامح صفة جيدة تدعو إليها جميع الأديان والثقافات والأنظمة الاجتماعية، يمكننا أن نشعر بها بوضوح في تعاملاتنا اليومية، وفي بعض الأحيان قد يبدو أنها تختفي لكنها موجودة دائما، يبقى جيم هي الصح. إن التسامح صفة جيدة تدعو إليها جميع الأديان والثقافات والأنظمة الاجتماعية، قد نشعر بها بوضوح في تعاملاتنا اليومية، وفي بعض الأحيان قد يبدو أنها تظهر لكنها موجودة دائما. الفرق ما بين كلمة تظهر وموجودة، يبقى ده خطأ في المعنى. نشوف الجملة اللي بعدها بيقول لي the new traffic law، إن قانون المرور الجديد is extremely strict، صارم للغاية. it aims at protecting، يهدف إلى حماية the lives of innocent citizens، حماية المواطنين الأبرياء، from the recklessness of some drivers، من تهور بعض السائقين. punishments include، تشمل العقوبات على imprisonment، السجن and paying a lot of money، ودفع الكثير من المال as fines، كه
كغرامات. تعال نشوف كده أول جملة بيقول لي إن قانون المرور الجديد صارم للغاية ويهدف إلى حماية أرواح المواطنين الأبرياء من تهور بعض السائقين، وتشمل العقوبات السجن والسجن ودفع الكثير من المال بخير. طبعا كلمة فاين بمعنى I am fine بمعنى أنا بخير، لكن هنا فاينز بمعنى غرامات يبقى خطأ. إن قانون المرور الجديد صارم للغاية ويهدف إلى حماية أرواح المواطنين الأبرياء من تهور بعض السائقين، وتشمل العقوبات الحبس ودفع الكثير من المال كغرامات، يبقى الإجابة دي صح. إن قانون المرور الجديد صارم للغاية ويهدف إلى حماية أرواح المواطنين الأبرياء من بعض السائقين، وتشمل العقوبات البس ودفع غرامات، طبعا ما تنفعش. بعدها إن قانون المرور الجديد صارم للغاية ويهدف إلى حماية المواطنين الأحياء، هم المفروض الأبرياء، يبقى كده خطأ. نشوف الجملة 49. الجملة 49 بتقول ما زال العالم كله يعاني من الآثار السيئة التي تسبب بها أو فيها فيروس كورونا كوفيد-19. بعض الدول تحتاج لسنوات لكي تعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه قبل فيروس كورونا. طيب خلي بالك بقى من الجملة دي لأنها عاوزة تركيز شوية. إيه التركيز اللي فيها؟ بيقول لي هنا The whole world still suffers، ما زال العالم يعاني، كده كويس الفعل ده صح. From the bad effects، من الآثار السيئة ذات كورونا فيروس COVID-19 has caused، اللي سبب فيها فيروس كورونا. Many countries، كثير من الدول. Need years، تحتاج إلى سنوات. To come back، للعودة again، مرة أخرى. As they were before coronavirus، لما كانت عليه قبل الفيروس، الإجابة دي صح. تعالى The whole world still suffered، still إزاي وجاي مع ماضي بسيط، ما تنفعش طبعا ده خطأ، خطأ جرامر. رقم أو سي بيقول لي هنا The whole world still suffers from the good effects. Good effects طبعا استحالة، لأن هي تسببت في إيه؟ في أمورها سيئة. دي هنا بيقول لي The whole world still suffer from the bad effects that coronavirus COVID-19 have caused. طبعا كورونا فيروس ده فيروس واحد بس مفرد، يبقى المفروض ما ينفعش have caused، المفروض has caused، يبقى الإجابة كانت A. عندي بعدها يعجب الناس ويثنون على محمد، أو يعجب الناس ويثنون على محمد صلاح بسبب ذكائه وقدرته على تسجيل أهداف وطيبته وتبرعاته الكريمة لقريته بشكل خاص وللجمعيات الخيرية في مصر بشكل عام. خلي بالك من كلمة خاص تابعة لمين؟ للقرية، وكلمة عام تابعة لمصر أو للجمعيات الخيرية بمصر. هنا بقول لي people admires، طبعا استحالة ان الفعل يبقى مفرد ويجي مع فاعل جمع، يبقى المفروض admire، يبقى ده خطأ. people admire and praise محمد صلاح for their intelligence، المفروض his intelligence، ذكائه، لانه مفرد يبقى ما ياخدش زير، يبقى ده خطأ. people admire and praise محمد صلاح for his intelligence، على ذكائه ability to score goals، وقدرته على تسجيل الاهداف. and his kindness، وطبته طبعا، طبته kindness. and his generous donations، وتبرعاته السخية او الكريمة. to his village، لقريته، particularly بوجه خاص. and to charities in Egypt generally، وبشكل عام للجمعيات الخيرية، الإجابة C صح. people admire and praise محمد صلاح for his intelligence abilities، قدراته، هو قدرته واحدة بس، يبقى ما ينفعش ان انا اجيبها جمع. كمل بقية الجملة. kindness his generous donations to his city، city طبعا ما ينفعش عشان هي village قرية. particularly and to charities in Egypt generally، وبشكل عام للجمعيات الخيرية، يبقى C هي الإجابة الصح. نشوف الجملة كده بيقول لي achieving justice is the keystone that establishes social peace and stability during the next decades. كلمة achieving justice بمعنى تحقيق العدالة is the keystone، هو حجر الأساس أو corner stone. طيب بعدها that establishes، الذي يرسخ social peace، السلام الاجتماعي، and stability، والاستقرار، during the next decades، أثناء العقود القادمة أو المستقبلية. هنا بقول لي تحقيق العدالة هو الحجر الأساسي لتأسيس السلام الاجتماعي والاستقرار خلال العقود القادمة. اللي بعدها إنجاز العدل، طبعا كلمة إنجاز العدل ما ينفعش، المفروض تحقيق العدالة، طيب يبقى كده ده خطأ. وجود العدالة هو حجر الزاوية لتأسيس السلام العالمي، فين كلمة السلام العالمي؟ مفيش، ده السلام الاجتماعي، يبقى خطأ. تطبيق العدل، فين كلمة applying؟ مفيش، طيب يبقى هنا تحقيق ولا إنجاز؟ خلاص يبقى هنا تحقيق. تعال نشوف الجملة اللي بعدها. بيقول هنا many great inventions، كثير من الاختراعات العظيمة are initially received، تم تلقيها أو مواجهتها في بداية الأمر with ridiculely، بسخرية، and disbelief، وإنكار، but finally، ولكن في النهاية became great، أصبحت
عظيمة. تم استقبال العديد من الاختراعات العظيمة في البداية بالسخرية والإنكار، لكنها في النهاية أصبحت عظيمة. تم استقبال، ما تنفعش كلمة استقبال. طيب بعدها بيقول لي تم مواجهة العديد من الاختراعات التافهة، طبعا هي المفروض عظيمة. تم استقبال الاختراعات الكثيرة العظيمة، طيب هي فين هنا كلمة إيه؟ العظيم موجودة وهنا الكثير موجودة اللي هي العديد. في النهاية هنا قال في البداية، يبقى initially بمعنى في البداية مش في النهاية، يبقى ده خطأ. طيب بعدها تم الترحيب بالعديد من الدعوات العظيمة، فين كلمة invitations دي؟ inventions. يبقى انهي جملة صح؟ هل أقول تم استقبال العديد من الاختراعات العظيمة في البداية؟ يبقى استقبال هي الصح، حتى لو كان المعنى بتاعها المفروض تم مواجهة المفروض، بس كانت بدل كلمة تافهة تبقى العظيمة، فهنا أفضل الشكل بتاعها في الترجمة. بعد كده بيقول لي هنا البطالة والأمية هما سببان رئيسيان في ارتكاب الجرائم، فيجب خلق فرص عمل للشباب. Being jobless and illiterate are the main factors of committing crimes. هل being jobless دي تنفع؟ طيب اللي بعدها being jobless and literate. literate بمعنى ايه؟ ها؟ بمعنى متعلم، ما تنفعش. طب اللي بعدها employment التوظيف، هنا قال البطالة. طب بص كده unemployment and literacy، المفروض هنا illiteracy are the main reasons of making crimes, so it's necessary to create jobs opportunities and for young people للشباب. طبعا هي بس في خطأ احنا هنقول عليه ان هو خطأ في وضع الاسئلة، او خطأ عند وضع الاسئلة اللي هو اتعمد ان هو يجيبها بشكل خطأ. طيب هنا طبعا في اول جملة ما ينفعش اقول being jobless and illiterate are the main factors، ما تنفعش. committing crimes so it's necessary to create jobs for opportunities for young people، دي ما تنفعش، المعنى بتاعها غلط. ليه؟ لان كلمة being لكونك ما تنفعش. يبقى احنا نيجي على الاخيرة ونحطها illiteracy، يعني هكتب كلمة illiteracy دي هنا وتبقى الاجابة دي. طيب تعال نشوف الجملة الأخيرة، بيقول لي تتقدم الأمم بالعلم والثقافة والتخطيط الجيد والعمل الجاد، وكل ذلك ينتج من التعليم الجيد. Nations achieve progress. طيب through science, culture, good planning and hard work. This can result from good education. وهذا ينتج من، ها، ينتج من التعليم الجيد. حطها لي في الحسبان دي. Nations achieve application. تحقق التطبيق. through science, culture, good plan، ما تنفعنيش طبعا دي إجابة خطأ. through progress and science, agriculture، اللي دخل الزراعة، ما فيش هنا الزراعة خالص. through process and science، طبعا كلمة process بمعنى عملية، يبقى انت ما عندكش إلا الإجابة الأولى اللي هي nations achieve progress through science. بعدها through science, culture, good planning and hard work, this can result from good education، يبقى الإجابة A. طبعا دي انا عشان نعلم عليها تبقى الاجابه دي، بس هنعدل كلمه دي، ها، الليتراسي. نشوف الجمله الاخيره دي، بيقول لي various measures need to be taken to improve the public transport network and infrastructure. بمعنى مقاييس متعدده ومختلفه. need to be taken، يجب ان يتم اتخاذها، to improve، لتحسين the public transport network، اللي هي شبكه النقل العام، and infrastructure، والبنية التحتية. لو جيت في الجملة بقول لي يجب اتخاذ مقاييس مختلفة لتحسين شبكة النقل العام والبنية التحتية، حطها لي، ها، كإجابة. طيب يجب اتخاذ إجراءات متنوعة لإزالة، مفيش طبعا إزالة. يجب اتخاذ تدابير مختلفة لتحسين شبكة النقل العام والبنية التحتية، المفروض يجب اتخاذ تدابير مختلفة، حطها لي في الاعتبار. اللي بعدها يجب اتخاذ مقاييس متباينة. متباينة يعني، ها، مختلف، لنقل شبكة المواصلات العامة والقواعد السفلى، طبعا دي ما تنفعش كمعنى. طيب بعدها قلنا دي ما تنفعش برضو كمعنى. طيب هل ناخد الجملة الأولى يجب اتخاذ مقاييس مختلفة ولا يجب اتخاذ تدابير مختلفة؟ يبقى تدابير هي المعنى الصح، لكن دي هتبقى خطأ. نشوف الجملة رقم 34، بولي فيرز could be specially organized، يجب تنظيم المعارض. For the purpose، من أجل غرض. Promoting، ترويج. Or selling، أو بيع. Particular item، نوع معين أو سلعة معينة. Like box animals، handcrafts، اللي هي الأعمال اليدوية. هل ينفع أن أقول إن بيع وترويج السلع مثل الكتب والحيوانات والأعمال الفنية وما إلى ذلك يجب أن ينظم بشكل عادل وخاص؟ فين كلمة عادل؟ كلمة فير بمعنى عادل، أيوة، أو أشقر الشعر، لكن كلمة فير جت جامع الاسم المعنوي لا يجمع، يبقى هنا بمعنى المعارض، زي كلمة بوك فير بمعنى معرض الكتاب، يبقى ده خطأ.
لبعدها للمعارض تنظيم خاص من أجل ترويج وبيع سلع معينة مثل الكتب والحيوانات والطائرات الورقية مش موجودة، مفيش كلمة طائرات ورقية. يجب أن ينظم التوزيع والبيع العادل، برضو هنرجع لكلمة عادل تاني، كلمة فيرز بمعنى معارض، يبقى ده خطأ. يجب تنظيم المعارض بشكل خاص لغرض الترويج أو بيع عنصر معين مثل الكتب والحيوانات والأعمال اليدوية وما إلى ذلك، يبقى ده صح، يبقى الإجابة دي. لبعدها إن ارتفاع الأسعار ظاهرة شائعة وتحدث في معظم اقتصادات العالم. لو احنا بصينا للجملة دي بيقول لي هنا إن ارتفاع الأسعار ظاهرة، خدنا كلمة ظاهرة قبل كده بمعنى فنومينون. طيب بقول هنا زريز إن برايسز، إن الارتفاع، أولا كلمة ريز هنا بمعنى يرفع، بمعنى يرفع، لكن كلمة ارتفاع اسمها زرايز. طيب ديكريز ما تنفعش، زرايز هنا زريز، يبقى انت هنا بقول زرايز ان برايسز، ان ارتفاع الاسعار از ا كومون فينومينون، لا هو ظاهرة شائعة، اند اوكيرز وتحدث ان موست ايكونومكس او ايكونوميز اوف ذا وورلد وتحدث في اقتصادات العالم، ما فيش الا سي. تعال الجملة اللي بعدها، يعد المترو في مصر وسيلة، يعد وسيلة سهلة للتنقل وهو يحمل ملايين المسافرين إلى وجهات سفرهم. بيقول the underground in Egypt إن مترو الأنفاق is an easy mean of transportation، وسيلة مواصلات سهلة، and it carries ويحمل ملايين من المسافرين to their destinations إلى وجهات سفرهم. الإجابة دي صح. The metro in Egypt is an easy mean of transport and it carries million of commuters. المفروض millions، ملايين من المسافرين، جت مفردة لكن هي المفروض جمع، يبقى خطأ، يبقى بيه خطأ. لبعدها بيقول لي the underground in Egypt is an easy means of transportation and it carries millions of commuters to their destinations. طيب يبقى هنا برضه عندنا دي إجابة. لبعدها the underground in Egypt is an easy means of transport and it carries million، رجعنا تاني نقول مفرد ما تنفعش. شوف بقى معايا، انت بتقول دلوقتي يحمل ملايين المسافرين، انت عندك كلمة travelers وعندك هنا قلت ايه commuters، انهي واحدة منهم هي الاصح؟ تعال نشوف مع بعض. هنا the underground، the underground in Egypt، in Egypt an easy means of transportation، نفس الكلام، and it carries ويحمل millions of، ملايين من المسافرين الى وجهات سفرهم، يبقى رايح جاي بالمترو، يبقى لازم استخدم كلمة كوميوترز، يبقى الإجابة الصح هي سي، مع ان كلمة ترافلرز بمعنى المسافرين او باسنجرز، لكن الافضل كلمة كوميوترز، احنا خدناها من كلمات المنهج. نشوف الجملة دي بيقول لي since pollution is the greatest threat now renewable energy can save our environment and secure our future. هنا خلي بالك بقى، كلمة سنس احنا بنترجمها لانها دايما بمعنى منذ، ممكن تيجي بمعنى لأن، ممكن تيجي بمعنى بما أن، نظرا لأن. since pollution نظرا لأن التلوث is the greatest threat now، يعتبر أكثر مهدد الآن أو أكبر تهديد الآن. renewable energy الطاقة المتجددة، كلمة renewable بمعنى متجدد، الطاقة المتجددة can save، يمكن أن تنقذ our environment بيئتنا and secure our future وتؤمن مستقبلنا. هي ظهرت كده قدامنا منذ أن التلوث ما تنفعش، بالرغم من أن التلوث يهدد الآن ما تنفعش، نظرا لأن التلوث هو أكبر تهديد الآن يمكن للطاقة المتجددة أن تنقذ، هي الإجابة الصح، منذ أن هددنا التلوث كثيرا في هذه الأيام، طبعا إجابة خطأ، ما فيش إلا سي. اللي بعدها بيقول globalization العولمة is making various huge changes، بتحدث تغيرات كبيرة مختلفة. طيب بعد كده بيقول in the world في العالم where people are moving away from their self-contained countries، الناس دي يعني بتهاجر من بلادهم اللي كانوا عايشين فيها to the more integrated world، إلى العالم الأكثر تكاملا، كلمة integrated بمعنى متجامل، كلمة integration بمعنى التكامل. يحدث الاحتباس الحالي تغيرات ضخمة في العالم حيث يهاجر الناس بلدانهم المستقلة ويندمجوا في عالم آخر، ما تنفعش. تحدث العولمة العديد من التغيرات الضخمة في العالم حيث يهاجر الناس بلدانهم الخاصة إلى عالم أكثر اتحادا، ما تنفعش. بقول لي يحدث الكون العديد من التغيرات، ما تنفعش. تحدث العولمة العديد من التغيرات الضخمة، التغيرات الضخمة وبعدها في العالم حيث ينتقل الناس بعيدا عن بلدانهم المستقلة اللي كانوا عايشين فيها إلى عالم أكثر تكاملا، يبقى هي الإجابة الصح دي. نشوف كده الجملة دي بيقول لي كل هذه الكماليات التي نتمتع بها هي نتيجة العلم والتكنولوجيا. كلمة luxury طبعا بمعنى اللي هي
الكماليات في كلمة accessories. طيب هنا بيقول لي all these luxuries that we enjoy are resulted in science and technology. بمعنى كل هذه الكماليات التي نتمتع بها are resulted in, هي مش نتيجة, resulted in بمعنى تؤدي إلى العلم والتكنولوجيا. أنت قلت نتيجة للعلم والتكنولوجيا, يبقى ده خطأ. في فرق ما بين كلمة result in بمعنى يؤدي إلى و result from يعني ينتج عن. All these luxuries, أولا كلمة luxuries هنا جت صفة, صفة بمعنى فخم, تساوي كلمة splendid, يبقى ده خطأ. طب بتقول بعد كده إن أنت عندك كلمة all these luxuries, كل هذه الكماليات that we enjoy are the result of, هي نتيجة للعلم والتكنولوجيا, يبقى الإجابة C. لكن A غلط, B غلط, D غلط. دي غلط لأن استخدم برضو الصفة luxuries. اللي بعدها الأخطاء المكررة كثيرا تدل على أن الشخص يفقد التركيز أو أنه لا يهتم بالتعلم. طيب لو إحنا جينا نتعامل مع جملة زي كده, الأخطاء المكررة أو المتكررة, يبقى أقول the mistakes which repeated ما تنفعش كررت نفسها, لا. Repeated mistakes from indicate أو often indicate بمعنى غالبا ما تؤكد, that a person lacks in concentration. الجملة الأخطاء المكررة كثيرا تدل على أن الشخص يفقد التركيز أو أنه لا يهتم بالتعلم. The mistakes which repeated a lot, طبعا المفروض which are repeated a lot, طب يبقى ده خطأ لأنها كده المفروض مبنية للمجهول, لأن الأخطاء دي شخص كررها يبقى هي مكررة, يبقى كده خطأ. Repeated mistakes often indicate بمعنى غالبا ما تدل على that a person lacks in concentration, إن الإنسان بينقصه التركيز, or doesn't care about learning, أو لا يهتم بالتعليم, نحطها في الحسبان. Repeated mistakes often refer that a person misses attention, بيفقد الاهتمام, الاهتمام ده خطأ, احنا قلنا التركيز. طيب بعد كده بيقول لي the mistakes are repeated a lot, often indicate that a person loses focus or doesn't care about learning. The mistakes are repeated, المفروض which are repeated أو repeated بس. طب لو أنا قلت هنا repeated mistakes often indicate that a person lacks in concentration, بيفقد التركيز, عنده نقص في التركيز ولا يهتم بالتعلم, يبقى الإجابة به هي الإجابة صح, وإيه غلط وسي غلط ودي خطأ. لأن هنا بيقول لي repeated mistakes often refer that a person misses attention, ده خطأ اللي احنا قلناه المفروض تركيز. طيب هنا بيقول لي the mistakes are repeated a lot, الأخطاء are repeated, المفروض التي, يبقى ناقصها كلمة which أو that, يبقى ده خطأ.